دلوقتي هتقدر تتكلم بيزنس مع موبينيل البيزنس بوكس. موجز أخبار الثامنة. تأجيل محاكمة 43 متهماً في قضية التمويل الأجنبي إلى 26 إبريل. الجنزوري يقدم تشريعية تضم 46 قانوناً للبرلمان. العليمي يطالب بإحالة فيديو إهانة المشير لمجمع اللغة العربية. الكتتني يشكل لجنة برئاسة أشرف ثابت لإعداد تقرير عن بيان الجنزوري. طنطاوي يدعو لاجتماع الشعب والشورى لاختيار تأسيسية الدستور 3 مارس المقبل. وأخيراً، البورصة المصرية ترتفع بنسبة 1.9% في منتصف تعاملات الأحد.